It's me. It's me. جاك الدكتور يا بيكسي. عندنا مشكلة كبيرة، ما عندناش الشامبوان. جد دكتور، جد دكتور. شامبوان جبت، بس عملوا لي صحته مش منيحة. مش إنه مش منيحة، إنه كثير عم بيعوي يعني، فممكن يكون مبح صوته أو شيء. عم بيعوي شيء منيح. عم بيعوي كثير كثير، لأنه عم نحبسه يعني تقريبا. ليه؟ لأنه عم بيوسخ بكل الأغاني، ما بنعرف نعلمه كيف. حرام. بيكسي. هذا هو. بيبي. ليه زعلان هيك؟ هلو لك شو زغطور؟ هيك كل الوقت نايم؟ لا خالص. لا 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 بيلعب بس هلا بيلعب. هلا شو بين نايم غفيان؟ هلا كنا كلنا نايمين لآن. اه بنام معكم؟ اوكي. هلو هاي. أكثر مشكلة عندنا مع إنه الحمام. بيجوي؟ لا عم بيجوي كثير. اوكي. بس مبين منيح. شو حس فيه ده؟ لا هو بس النهارده ايه لما عملت تواليت دم شوية نزلت من تحت. وكان في اسهال او لا؟ لا ما افتكرش، بس انا خفت عشان المشكلة. مين المسؤول عنه؟ أنا. انت؟ بس انا اول مرة بمسؤول عن كلب، ففي صحابي عادة متعودين فهم بيساعدوني. بس المشكلة كل حد بيقول حاجة مختلفة. طيب هلا حضرت شيء شو بدك تسأليني عنه؟ يعني أول حاجة الأكل بتاعه لما جالنا جاي مع أكل مش بياكله. حبوب؟ الحبوب تبع نفسه على القطار. وين النبعان؟ صحتين؟ اوكي هيدا ما عم ياكله ابدا؟ لا شو عم تطعمه محله؟ ساعات ما كل حد بيجي حاجة مختلفة. دي أول فترة شربناها حليب. حليب ما بيسوى. ما احنا عرفنا كده فأخذنا الحليب. طيب بتوقفوا الحليب بترجعوا بتجربوا تطعموه هيدا، إذا ما أكلوه بتحطوا مي بقلبه شوية مي تيطش تيصير طري، لأنه تمه صغير ليك. أه بده يلعب ليك، بده يلعب. عم بيعض كثير، عم بيعض كثير. هيدا مش عض، هيدا لعب. يعني إيه عم بيلعب كثير. اوكي بتحطوا له اياها ثلث ساعه بترجعوا بتشيلوه، بترجعوا الظهر بتحطوه ثلث ساعه بترجعوا بتشيلوه، بترجع عشيه نفس الشيء ثلاث مرات بالنهار. مش لازم يضل الاكل موجود قدامه. اوكي ولازم ما تطعمه من الاكل هودي، يتعود على هيدا. شفت كيف؟ يعني ما تصير ياكل من هيدا الاكل ببطل ياكل هون، ببطل يحبه. احنا عارفين. اوكي خليه على هيدا الاكل احسن لصحته. بس هي منيح هو بس هياكلها صح؟ ايه بعد يومين مثلا، يوم يمكن ما ياكل بكره يرجع ياكل. بس عادي لو ما ياكلش؟ عادي لو هو لوحده ما ياكلش الاكل؟ ايه مش رح يحبه اول شيء، لانه ناطر الاكل تبعكم هلا براسه. أوكي. ناطر انتم تطعموا. بس انه سي نورمال. بس انتم مش لازم تطعموا، سي نورمال، سي نورمال. اوكي هلا تاني شغله مبين ما عم يتمشط. مزبوط؟ ما عندناش اي حاجه. ايه انا جايب لكم مشط. انا واحد اعرف شو بده هذا، انا اللي باكله. اول حاجه مش لازم تاكله لحمه زي ما انا. لازم هدي شوي. لا ما انت اول واحد شو بك؟ ما هدي لا لا طب ما شو نعمل؟ ما بياكل الا لحم وجاج. لا 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 بياكل، بس انت ما تطعمه برجع بياكل من هيداك. يعني نغصب عليه شو بك؟ ابد شو كل يوم بده يتمشط بهي تيضل نظيف. اوكي اوكي من فوق لتحت ولا بكبتل صوفه. اوكي سوري سوري شايف عامل كبتيل مشان هيك. طب ليه بضل يقعد بيسنن؟ اوكي بيقعد هيك مثل الولد. كيف الولد بيلعب بايديه وبيلعب بتمه؟ بس هي ما فيك توقف له اياها. ورني رب سوا. على فكره كلب كثير حلو هيدا. هيدا النوع جايب لكم كمان هيدي، خليها هيدي كل يوم مره بتمشطوا مثل ما عملت، بس كل الجسم ما بدي اعمل له هلا. اوكي ثاني شغله اون فوا بار جور. اون فوا بار جور هيدي اون فوا كل دو جور بودره بتحطوها عليه، مش لحتى هلا تبع اجوي جوا بالتواليت، وبتفركوه منيح فيها وبترجعوا بتمشطوا هون. اوكي عشان الحشرات يعني. هيدا للحشرات وهيدا للنظافه بيعطي ريحه حلوه. اوكي اكثر حاجه. وهيدا شامبو. اوه اهم شيء شو ملح. هيدا شامبو هلا هيدا اخطر شيء لانه كلب صغير. اوكي
بدكم تحمموه بمي فاترة مثل ما انتم بتحمموا عادة، بتنشفوه منيح، تحطوا شامبو عليه تفكوه بتنشفوه منيح، وبالسيشوار بترجعوا بعدين بعيد هيك عنه تينشف كليا، بترجعوا بتلفوه بمنشفة. اوكي اوكي، بضلكم حاملينه شي تلت ساعة او شي هيك. الحمام ما يسقع، بنقله بالمي بعدين بنرغي عليه. ايه مثل ما يحمم شعر الواحد، بس ما ياخذ برد. هذا اذا اخذ برد دغري بيعمل اسهال وبيعمل استفراغ. والشامبو انه الشاور كم مرة بالاسبوع؟ لا ما في كم مرة بالاسبوع، في مرة كل اسبوعين. اوكي بس انتم رح تستعملوا البودرة كل يومين. ايه اعمل اسهال. ايه البودرة كل يومين، كل يومين تقريبا. صح. انت اجوا معه دفتر؟ في دفتر لأله؟ ما جاب دفتر؟ طيب اوكي، بس مبين منيح. اوكي، وقت بدكم تحمموا حمموا من ورا كمان، من هنا كمان. اوكي افركوا منيح مرتين وارجعوا نشفوا اليوم. لاعطيكم دواء حبه. هد مين بده يجي يهدي هنا؟ بدي يرجع انت. اوكي ايه جبت شامبو. هاي الحبه رح اعطي انا ربعها، ترجعوا انتو بعد 10 ايام ترجعوا بتعطوا الربع اللي باقي. اوكي بعد 10 ايام هيدي، بعد 10 ايام ترجعوا بتعطوها. اوكي اوكي. لك هيدا مثل الولد يعني، بتكون رصد تنتبهوا عليه مثل الولد. ولا تقدر تعملوا هيك؟ ايه بنعمل. اوكي انا وين عم ينام؟ هاي شو وين عم ينام؟ في بالبوكس. وين حاطينه؟ عادة هنا حاطينها بزاوية. رجينا الخطوطة بس هي مش هنا دلوقتي، هي فوق. لأنه هلا هو تعرف شو عم نحطه بالسبب تبعه عم يضل عيب يعيط عيط، ما مستحيل يسكت يعني، ما عم نقدر ننام، فعم نضطر نحطه تحت هون. حاطينه بقى. اوكي طيب، هون زاوية رايقة ماشي. بس فكرة ال بس بدك تحط له شيء ينام عليه. عم ينام على الأرض؟ لا عم نحطه جوا السبت، عم نايمه جواته. اوكي اوكي خليه هيك. وين بده يجوي؟ وين عم يجوي؟ ما عنا تبع، ما عنا ترابات له. عم يجوي امك على التراب. ما بيجوي لك شو جاي؟ عم بيجوي امك هدول ال على التراب. ما بيجوي. لا مش هيجوي على التراب، ما بيفوت على التراب. طب وين بي؟ هيك شو بتعمل؟ انتوا بعد ما ياكل اوكي بتحطوا له اكله مطرح ما بينام. اوكي وتحطوا له مي، المي على طول موجوده جنبكم. اوكي بعد ما ياكل تفتحوا له هي بتحطوها على الارض. اوكي بتخلوه يجلس راح احطها. ما بضل بيسرح وبيعمل. لا هو بس يتعود يعملها مره هون، رح يصير يشم ريحه يدول عليها يعملها على طول هون. يتعود عليها. كل ما يعملها بتغيروها بتحط وحده جديده. كل ما يعمل شفت شي محل كله مسكر هون، ما في شي بالكون. في فوق على فوق. فوق بس مش بحب اسيبه فوق لوحده. لا مش رح يكون لوحده، رح تطلعيه بس ليجوي فوق. أوكي. اوكي بعد ما ياكل يعني بياكل ثلاث مرات بالنهار، بعد ما ياكل دغري بتطلعوا لفوق تحطوا له هاي، ومرتين يعني بده يظهر سبع مرات من مرات بالنهار يطلع على المحل فوق اللي بده يجوي فيه. اوكي بس يتعود يجوي فوق، بصير تظهروا مره الصبح مره عشيه على هيدا المحل، وبتحطوا هاي كل مره بتغيروها بتحطوا واحده جديده. يعني ارجع اجيب لكم منها هيدا بعدين. اوكي واضح كل شيء هلا؟ اوكي معقول يراجع اليوم هاي الحبه ما تعطى له حب عادي يعني. عادي. طيب هلا لما بيعمل شو اسمه نخليها يعني لتنتهي، لانه بيعمل شوي وبيمشي. هلا فيك اول مره اذا عامل بس ماي خليها تصير يتزق ويشم الريحه ويرجع عليها. ايه انا بعرف بكره وقت يجوا اذا عامل شيء كبير ما بيعمل شيء كبير، بتفضوا هو صغير ايش بده يعمل؟ هو مش بيعمل بس مهضوم لك شو رايك؟ ايه هو بيلعب زينه خشن فاو بيحب يلعب وكذا. جبت له شيء لعب طابه او شيء من عندنا؟ ايه بيلعب فيهم؟ اه طبعا. إذا جيبوا له عظام هلا انا بكره بجيب لكم اياه هون، هيك عظام خصوصي لقاله ولا يتسلى فيها يعضعض يفشخلوا فيها احسن ما يعضعضنا نحن. بس المشكله بس احنا عندنا ساعات عندنا صفوف عندنا كلاسز، فلازم احطكم انتم كثار هون كلنا مع بعض، فلازم احطه هذا ببال ستار اكاديمي. ايوه بيبي بتاعي. فلازم احطه في البيت بتاعه لانه لازم اقفل عليه. بس يعني كمان ساكري ليه بدك تقفل عليه؟ عشان جو بار جو بار انه دور لسي كذا. ليه؟ كيس كي باس باس؟ جو سي با جو بار. لا فيك تتركي. سي فري؟ فيك تتركي. بس دربيع هاي الشغله فوق شوي شوي يعني بظرف 10 ايام تقريبا بصير يعمل على طول فوق، وخليكم فلتينه خلص. شو بده يعمل؟ ما كل شيء هون بالعكس بيركض بيلعب بصير نشاط احسن. مثلا من الباب هنا ويا ليز اسكاليه
من تحت من هنا مفتوح على تحت. ينزل؟ لا مش هيعرف ينزل. بخاف يعني بخاف. بس لا ما بينزل، خليه بالكاش. اوكي اوكي. غير هيك بعد ثلاث جماع تقريبا اوكي رح اعمل له اول طعم، هي ابره بالرقبة. اوكي برجع بحكيكم انا بقلكم انت اوكي اوكي شو في يحكون لل لكن اوكي هيدا خلصنا، هيدا خلصنا. يعني احنا النهارده نحميه ولا نحط الفول عليه؟ انتوا اليوم بتحمموا اوكي اوكي بتنشفوه منيح وبتطعموه من الاكل تبعه بس اوكي ماما بتحمليه بالمنشفه وبتخليه ثلاث ساعات اوكي اوكي وشو ما كان شو ما كان جربوا ياكل من هيدا الاكل بس لان صار اذا بصير يغير بالاكل بيعمل اسهال لانه مبين من ورا انه عامل اسهال اوكي اوكي والدم اللي نزل عادي؟ دم وقت الكلب الصغير يعمل كثير اسهال يعني مرتين ثلاثه بينزل شويه دم بس بيرجع بيوقف لوحده ما تخاف منه كل احوال اذا بتراجع لورا في دواء انا ببقى بعطيكم اياه بيتحسن عليه اوكي وال بضلكم طلعوا قدامكم وماشي بضل يلحقوا ما تبعثوا عليا ما هي هي الفكره والحمام لما نحميه مع ده ازاي انا سيزيو وكده ما تقربي على سيزيو قربي اعطيني شو بليز بيكسي كم بيكسي مني من تحت ليتس جو بيبي اوكي نو حط المي من هون ايه من هون ونزول اوكي هون بدي اعطيكم شيء شيء اوكي هاي بتحطوا مي عليها مي فاترة وبتمسحوا هيك بشامبون؟ لا بمي فاترة بتغمدي له عينه وبتمسحوا هيك اوكي بيروحوا لمهله اوكي هاي شغلة ديناه كمان بشاشة بترجعي بعد الحمام تمسحي هيك اوكي اوكي بالمي بالمي لا هيدا ناشفة هاي ناشفة بتمسحي هيك اوكي وبس وكل ما يجوا اذا بدكم اياه يضل نظيف كثير فيكم ب تمسحوا من هون اوكي اوكي فوالا نيالكم رح تنبسطوا فيها هذا بغير لكم جو عن الدرس ضيعات بيتقرفوا منه لا انا وسخ صار له اسبوع لاحظت لا لانه مش وسخ هلا وقت بتحمموه بيرجع ابيض هيك ونافش صوفه بيفرق كثير ايه قلت لها تعملوا سشوار اهم شيء بس اونستلي سافاسني لو اسيبه كده ايه بس عندنا صف لمده ساعه يعني اسيبه ايه بس ما في ضل بيقفص ساعه وما بيزعل بيتعب ما انا عارفه ايه خليه هيك بحب يلعب خليه وبيجي لهون ومش رح يركض كثير يبعد يعني كلب صغير بس بدكم تطلعوه هلا يمكن يجوي بالارض مسحوا محله عمل بنعمل كده بقالنا بس كل ما تطلعوه لفوق كل ما يصير يتعود يجوي فوق بصير شوي شوي يعملها فوق بس هو بيعملها دغري بعد ما ياكل يعني كل حد قال لي مثلا نص ساعه بيعملها على طول انها تم بادي تو ايه لانه صغير البيبي يعني كيف البيبي بيغيروا له حالات كل الوقت هو نفس الشيء يعني ما تنتظري منه يعني بدك تعلمي كيف يعلموا البيبي ممكن ناكله فوق مثلا وبعدين يعمل أو لا لانه ما في ياكل ويعمل بنفس المحل اوكي يعني تاكليه وتطلعيه نفس المحل ما ليش نطلعه نخليه جنبه جنب اللي بيعملوا من كبه نخليه تحت يعني يعني وي فيد هيم هير وي تيك هيم اوت ايه بتطعميه هون بتطلعيه بعد ما ياكل بشوي بخمس دقايق بتخليه 10 دقايق ربع ساعة فوق بترجع بتنزليه إذا ما عمل بترجعي طلعيه بعد شوي بترجعي نزليه بس لما أطلعه طلع إنه جنبه ده هيفهم إنه لازم أول مرة بيعملها على هاي بصير يفهم إنه بده يعملها على هيدي أوكي في بعض أسئلة؟ لا بس على دي تاني إنه أحطه هنا عشان يعمل عشان يمكن بتدخل بالك ما سيء محشي مثلا ويعمل ما عليه تاني مرة بتحطي عليها تالت مرة آخر شيء بصير بيتذكر وقت يعملها مرة عليها أوكي هلا أنتوا فيكم تعرفوا إنه بده يعملها بصير يشمشم ويبرم ما أنا لاحظت كده بصير يشمشم وهيك يحرك بسرعة معناتها عم يدور على محل يعمله وقت شوف عم يعمل هيك دغري احملوه وخذوه لفوق طب والمية على طول على طول أوكي كان جربوا بياكلوا إيه شو حلو
بس انه اللي سامبا انه بيحب يلعب وكذا. لك 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 اتركها اتركها اتركها.